هي أحسن القصص الذي قد صاغه وحي السماء، هي قصة الأرض التي عاشت عصور الأنبياء، أرض مقدس تربها يكفو له موسى الكليم، فيها تربى يوسف وقضى سليمان الحكيم. هي قصة الأرض التي عاشت عصور الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم قصة أرض. كما ذكرت في حلقة سابقة أن حديثنا اليوم في هذا البرنامج عن الأرض المباركة. قدمنا له مقدمة في الحلقة الأولى، وكما وعدناكم في نهاية تلك الحلقة أننا نتحدث عن الأسباب، الدوافع التي تدفع بالمسلم لهذا الحب لبيت المقدس وهذه التضحية وهذا الفداء وهذا الدفاع. لماذا؟ هذا سؤال ذكرناه في نهاية تلك الحلقة، ولا يمنع أننا نسمع الإجابة اليوم. أرحب باسمكم جميعا بضيفي في هذه الحلقات فضيلة الشيخ أيمن الشعبان، حياك الله شيخنا. حياك الله، بارك الله فيك. الشيخ، احنا كما ذكرت تحدثنا عن ليش يعني هذا العاطفة التي تدفع بالمسلم نحو بيت المقدس. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، حقيقة هذا سؤال مهم جدا، وينبغي أن يغرس في نفسي وذهني وعقلي وقلب كل مسلم. ما هو الدافع الذي يجعله يوالي ويعادي ويحب وينافح عن هذه الأرض المقدسة بيت المقدس؟ حقيقة الأسباب كثيرة، ولكن نجملها باختصار، لأنه كما ذكرنا أن هذه الأرض اصطفاء رباني، ولا بد أن يحب العبد ما أحب الله سبحانه وتعالى، وارتباطنا فيها ارتباط إيماني كما سار عليه الأنبياء، وكذلك هي تفضيل مكاني لكثرة ما ورد في فضلها كمكان، وكذلك هي محور الصراع بين الحق والباطل بمختلف الأزمان، في بداية الزمان وفي وسط الزمان وفي آخر الزمان كما سيأتي معنا في هذه القصص، وكذلك هي وديعة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، وكذلك هي أمانة عمر رضي الله عنه وأرضاه لهذه الأمة. كيف وديعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، وأما وصلى إماما بجميع الأنبياء، فأصبحت هذه البقعة هي ميراث لهذه الأمة، والميراث هو في الحقيقة وديعة من الأب إلى الأبناء، ومن صاحب المال وصاحب الإرث إلى من يأتي بعده، فلذلك هي وديعة، هذه البقعة وديعة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، لأمته، نعم، للجميع، وكذلك أمانة عمر رضي الله عنه للأمة لأنه أول من فتحها في الإسلام، وكذلك هي قضية كل مسلم، وهي أرض الأنبياء ومحراب الأتقياء ومنبر الأنبياء ومتعبدهم ومهاجر الأنبياء، وفيها حصلت المعجزات، وفيها العديد من العبر والمعاني والمواعظ والدروس التي ستأتي معنا تباعا. فهذا جواب مجمل لهذه الجزئية وهذا السؤال الهام جدا. طيب شيخ، نحن في الحلقة الأولى من البرنامج تحدثنا عن بداية هذه القصة ووجود آدم عليه الصلاة والسلام في وعلاقته ببيت المقدس بناء وتأسيسا، لكن بعده أيضا جاء الأنبياء يتتابعون على هذه الأرض المباركة ويشكلون هذه القصة التي نحن نتحدث عنها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام علاقته بهذه الأرض قبل مجيئه إلى بيت المقدس،
أين كان، وما ملابسات دخوله إلى الأرض المباركة. لا شك أيضا هذه مهمة أن نتطرق إليها في بداية الحديث. نعم، إبراهيم عليه السلام هو خير الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام بالاتفاق، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى مزيد تفصيل عن بداية ولادة ونشأة إبراهيم عليه السلام، ولكن أهل التاريخ يذكرون بأن إبراهيم عليه السلام نشأ في بيئة مليئة بكل أنواع وأصناف الكفر والشرك والإلحاد بمفهومه المعاصر، فعالج عباد الأصنام، وعالج عباد الكواكب والنجوم، وعالج الحاكم الطاغوت الذي كان يأمر قومه بعبادته. فهذه ثلاثة أنواع من الكفر. وإبراهيم عليه السلام ابتلي بأن أباه كان يصنع التماثيل والأصنام من الأخشاب، لأنه كان نجارا، وكان يعطيها لإبراهيم وهو صبي شاب ليبيعها وليوزعها وينشرها في بيئته. فكان إبراهيم عليه السلام وقد أودع الله سبحانه وتعالى فيه الفطرة السليمة والتوحيد، فكان يخرج في الأسواق ويقول: من يأخذ هذه التي لا تضر ولا تنفع؟ وكان أحيانا يلقيها في الماء متهكما، يقول لها: انفعي نفسك. فلذلك أول ما جادل وناظر نظر أباه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. فلم يمتثل، ولم يمتثل قومه. وكذلك ناظر عباد الكواكب والنجوم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. حاججهم بالحجج العقلية: كيف هذه تدعون بأنها آلهة وتظهر وتغيب وتظهر وتغيب؟ فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين. فحاجهم وأقام الحجة على عباد الكواكب وكذلك أهل الأصنام. هذه الأحداث، عفوا شيخنا، هذه الأحداث كلها قبل هجرته إلى فلسطين. هذه كانت في العراق في أرض بابل، ثم انتقل بعد ذلك جادل وناظر عباد الأصنام إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ثم توعدوه، ثم توعد أصنامهم بالتكسير. قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ثم كسرها وحصلت المناظرة بينه وبينهم، ثم ألقوه في النار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثم بعد أن خرج ناظر النمرود، والنمرود كان من الملوك الطغاة العتاة عبر التاريخ الذين ملكوا الدنيا، كما يقول مجاهد في تفسير ابن كثير: ملك الدنيا أربعة أنفس، مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فسليمان عليه السلام وذو القرنين، وأما الكافران فنبخذ نصر أو بخت نصر أو بخت نصر حسب ضبطها والنمرود. وهو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى حواره مع إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بعد هذه سلسلة المناظرات مع قومه الذين جمعوا كل أنواع الكفر والشرك، أيس منهم فقرر أن يهجرهم: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. هجرهم بالعبادة، ثم هجرهم بالكلية، هجر هذه البلدة. وبعد هذه المحاولات بين إبراهيم وقومه لم يؤمن معه إلا ابن أخيه لوط عليه السلام وزوجه سارة ابنة عمه. وهذه في الحقيقة رسالة مهمة لكل مسلم وخصوصا للدعاة، أن لا يستعجلوا قطف ثمار دعوتهم ولا يعجلوا بالنتائج، فليصبروا. وإن عليك إلا البلاغ، هذه دعوتهم وهذه وظيفتهم، بأن لا يستعجلوا، كما حصل مع إبراهيم عليه السلام
بدعوته وجهاده مع قومه خرج من العراق مهاجرا إلى بلاد الشام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ابتداء انتقل من العراق إلى حران، ثم انتقل من حران إلى مصر، وحصلت القصة التي يعني تذكر وتروى في الحديث الصحيح بين ملك مصر وإبراهيم عليه السلام وزوجه سارة، ثم أهداها الأمة القبطية هاجر، ثم انتقلوا ليستقروا في فلسطين. وهاجر لوط عليه السلام إلى مدينة سدوم التي هي في الأغوار بين الأردن وفلسطين، وكانت فيها مجموعة من القرى أمها سدوم، وفيها القوم الذين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى ويعملون الخبائث. وإبراهيم استقر في بيت المقدس ليبدأ بداية جديدة ومرحلة مهمة في حياة هذه الأرض، ابتداء منذ أن وطئت قدم خليل الرحمن فيها. طيب فضل الشيخ، قبل أن نتحدث عن يعني كيف كانت بداية إبراهيم عليه السلام داخل في الأرض المقدسة، الآن في ثنايا حديثك وأنت تتحدث عن هذه العوائق الكثيرة التي تصد الإنسان عن دينه، وهذه العناصر المتعددة التي أحاطت بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف ممكن يوظفها الإنسان الذي يجد اليوم يجد عقبات كثيرة في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، في طريقه، في تدينه، في ثباته على الدين؟ يعني بعض الناس يقول أنا يعني ما أصلي لأني أنا في بيئة ما تصلي. البنت تقول أنا ما لبست الحجاب لأني أنا في بيئة أو في بيت غير محجب. الآن إبراهيم عليه السلام، وقصة إبراهيم عليه السلام قبل مهاجرة إلى الأرض المقدسة والمباركة، أيضا فيها رسالة، ليت لو تنوه على ذلك، أهمية أن يربي الإنسان نفسه ذاتيا. نعم، وهذه يعني تربية الشاب والإنسان نفسه ذاتيا، هذا المعنى سيبقى معنا في معظم قصص الأنبياء، وتحديدا في قصة يوسف كذلك سيأتي معنا هذا المعنى. ولكن إبراهيم عليه السلام انظر، كان صبيا، إنه يقال له فتى يقال له إبراهيم عندما كسر الأصنام، ولكن كيف ثبت، كيف صبر في ظل أعتى طاغية النمرود، وفي ظل عباد الكواكب، وفي ظل عباد الأصنام، وكان المقربون عليه، والده هو الذي يصنع الأصنام. فانظر إلى كيف كان الطغيان عندهم، طغيان الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صبر وثبت. لذلك، وسنأتي على هذه إن شاء الله، تحتاج إلى تفصيل، شيء من التفصيل، هي الخصائص التي تميز بها إبراهيم عليه السلام، ستجيب عن هذا السؤال بتفصيل أكثر، أنه كان أمة، وأنه آتاه الله سبحانه وتعالى رشده، وأنه جاء ربه بقلب سليم، وأنه وصف بأوصاف أهلته لأن يكون أفضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يكون خليل الرحمن، وهذه صفة لا تعطى إلا لإبراهيم ولنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن كيف كان دخول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأرض وتشكيل القصة في أحداث هذه الأرض المباركة؟ نعم، بعد أن حاج قومه وأقام الحجة عليهم وجادلهم، انقطع الأمر، خلاص يئس، وبوحي من الله سبحانه وتعالى هاجر إبراهيم ومن معه إلى الأرض المباركة. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فما هاجر لضائقة دنيوية، وما هاجر لأول محنة وأول موقف، لا، هاجر لأنه لم يتمكن من تأدية الواجبات والطاعات والعبادات ويحقق التوحيد في هذه البقعة، فهنالك مكان آخر يحقق فيه التوحيد. وقال إني مهاجر إلى ربي، هاجر إلى الله ليعبد الله سبحانه وتعالى، أي هاجر إلى مكان ليعبد فيه ربه سبحانه وتعالى، وكان هذا المكان هو الأرض المباركة. لذلك بمجرد أن وطئت قدم إبراهيم عليه السلام زادت هذه الأرض شرفا ومكانة ورفعة، لأن بها الآن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فمن هذه اللحظة بدأ إبراهيم، ويسر الله سبحانه وتعالى له أن يكون فيها الملك
الكنعاني المشرك كان في حينه ملكي صادق، وكانت له علاقة بينه وبينه فأسلم، وبدأ إبراهيم يؤسس المجتمع المؤمن الموحد بثواب بقواعد ثابتة وبأسس قوية متينة ليحقق التوحيد المأمور منه في هذه الأرض. فكما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قصة رحلة إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يا سلام، هنا خصت فيها البركة. وهنا وقفة مهمة، أن هذه الأرض بركتها قبل وجود إبراهيم فيها، والدليل أن الله قال ونجيناه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني هي مباركة قبل أن ينتقل إليها إبراهيم. وهذا ما مصداق ما ذكرناه مع بداية قصة آدم مع هذه الأرض. إذن هي مباركة بركتها قديمة، وهذه حقيقة لابد أن ترسخ في ذهن المشاهد وكل مسلم. فبدأت قصة إبراهيم عليه السلام في هذا المجتمع، وبذلك أصبح إبراهيم عليه السلام هو أول من هاجر في سبيل الله من أرض الشرك إلى أرض يحقق فيها التوحيد، أول من هاجر. لذلك تبعها من بعده من الأنبياء، فقصدها موسى وهاجر معه لوط عليه السلام، وكذلك فتحت على يد عدد من الأنبياء وأتباع الأنبياء، بل ستبقى هكذا إلى قيام الساعة، بل أصبحت تعرف بمهاجر إبراهيم. هذه تحديدا لماذا؟ لأن هذا الحدث، حدث الهجرة من أرض الشرك إلى هذه البقعة، ومن الذي هاجر إليها؟ إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام له شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى، فبقي إبراهيم في هذه البقعة وبدأ بداية لتحقيق العبودية، وسيؤسس لمجتمع هام حتى يحافظ على هذه البقعة المباركة. هذه نقطة مهمة فضيلة الشيخ، بداية التأسيس للمجتمع على يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأرض المباركة. احنا نختم بهذه النقطة لنبدأ بها بإذن الله تبارك وتعالى في حلقتنا القادمة. أنا شاكر لك وشاكر للأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة من برنامجكم قصة أرض، إلى أن ألتقيكم بإذن المولى تبارك وتعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أحسن القصص الذي قد صاغه وحي السماء، هي قصة الأرض التي عاشت عصور الأنبياء، فيها الملاحم كلها من عهد ما هبط آدم، وعلى إشارة مريم عيسى المسيح تكلما، يعقوب يرجع مبصرا من بعد أن ذاق العمى، ونبينا في قدسها للأنبياء تقدما. هي أحسن القصص الذي قد صاغه وحي السماء، هي قصة الأرض التي عاشت عصور الأنبياء.